هنا في تجربة كرش في تيار بتبدأ إن أنت توصل الثلاث مقاومات بتاعتك على التوازي، فطبعا أنت توصلها على التوازي بالشكل ده، تبدأ إن أنت تجيب ثلاث أسلاك تبدأ إن أنت توصلهم مع بعض زي الشكل ده كده. تبدأ إن أنت تجيب أول سلك توصله هنا كده، أول سلك هنا، ثاني سلك هنا، ثالث سلك هنا، توصلهم بالطرف الموجب. الطرف السالب تبدأ توصله على سالب الأميتر، تبدأ إن أنت تطلع موجب الأميتر بثلاث أسلاك. لو وصلت الثلاث أسلاك بالثلاث مقاومات اللي هم على التوازي وشغلت، هيطلع لك هنا التيار الكلي. فلو عايز تحسب التيار الجزئي لكل سلك فيهم، تبدأ ان انت تجيب السلك الأحمر ده، تبدأ ان انت توصله بالموجب ده الأحمر، تبدأ توصله بإيه؟ بالأميتر. تبدأ توصل الباقي هنا بالكومب أو السالب عشان تقفل الدايرة. فكده طبعا السلك الموجب هو اللي هيديني القراءة، السلك الموجب هنا هو اللي هيديني القراءة، فده معناه ان 3 هي قراءة مقاومة ال 270، ده معناه ان هي اي 270. لو جيت بدلت هيديني الاي لل 100، ولو وصلتها لل 50 هيديني الاي 50، ده معناه ان لو جمعتهم كلهم هيديني الاي توتال اللي هي كانت في البداية، تطلع نفس الاي توتال. ده كده طبعا فرق الجهد الكلي. لو انت عايز تحسب فرق الجهد على كل مقاومه فيهم، تبدا تحسب طبعا في 50 في البدايه، طبعا دي كده طرفين اللي في 50 تحتيها بالظبط طرفين كده في 50، هتشوفها يطلع لك 91، تبدا تسجل 91. وبعد كده ال في 100 تبدا توصلها بال 100، يطلع لك 3.8، تبدا توصل ال في 3 او ال في 270 10.45. لو بدأت ان انت تجمع القيم هتلاقي 83 و91 وبعد كده 10 و45 هيدوك 16 و3.